غادي نقول لكم بالنسبه للرخام ديال بيرلانتينو ديال ايطاليا، بالنسبه للروز ديال البرتغال، هاد الانواع هادو كيكون التشرب ديالهم الطبيعي كيكون اقل. ايضا كاين النوع ديال الكومباكتون اللي كيجي حتى هو فيه متر وعشرين على ستين، وعندو النيف، يعني هذاك الزليجة من الشركة خرجت، يعني هذاك النيف ديالها لاصق فيها. السلام عليكم، كيف الأحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نجاوب فيه على جميع الأسئلة اللي كتدور في البال ديالكم على الرخام ديال الدروش. غادي نعطيكم فيه تفاصيل مهمة ما غادي يعطيها لكم حتى واحد، وما غادي تلقاوها في حتى قناة. فيديو مهم بزاف بزاف، تابعوا إلى الآخر. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش تهبطوا لتحت وتعملوا واحد اللايك. وأول سؤال غادي نبدا لكم به، وهذا السؤال كيتكرر بصوره كبيره في التعاليق، هو بغيت ندير الزليج كومباكتون متر وعشرين على ستين في الدروج بدل ما ندير الرخام، لان الرخام جاني الثمن ديالو غالي. واش هذا النوع ديال الزليج غادي يجيني مزيان في الدروج؟ بالنسبه لهذا النوع ديال الزليج فيه جوج ديال المشاكل. المشكل الاول انه كيزلق، والمشكل الثاني كيكون عنده في النيف، يعني ملي كنركبوا هذيك الزليجه، هذيك الزليجه كتجي حدو قدو مع الدرجه، وما كيكونش عندها هذاك النيف اللي كيجي خارج اللي كيعطينا داك الجماليه الدروج ديالنا بحال اللي كنركبوا الرخام. بالنسبه للمشكل الاول ديال الزليق، كان سبق لي شاركت معكم واحد النوع ديال الكومباكتور اللي فيه حتى هو متر وعشرين، ودايرين له واحد ثلاثه ديال الحفاري في الزطمه. هذاك الحفاري كيمنعوا هذاك العمليه ديال الزليق ملي كتزطم، يعني كيثبتوا الرجل. يعني كاين النوع ديال الكومباكتور اللي نقدروا نجاوزوا به هذا المشكل هذا، واخا هو قليل، لان بزاف ديال الاخوان كانوا تواصلوا معايا وقالوا لي راه ما لقيناش في المحلات، ولكن راه كاين في السوق، يعني اذا قلبتي راه تلقاه. بالنسبه للمشكل ديال النيف، ايضا كاين النوع ديال الكومباكتون اللي كيجي حتى هو فيه متر وعشرين على ستين، وعنده النيف، يعني هذاك الزليجه من الشركه خرجت، يعني هذاك النيف ديالها لاصق فيها. ولكن هذا النوع هذا اللي كيكون عنده النيف حتى هو سبق لي شاركته معكم في واحد الجوله في محل ديال الزليج، هو من ناحيه ديال الديكور كيجي خطير وكيجي رائع، يعني كيجي ممتاز، ولكن ما دايرينش فيه هذاك الشراطين اللي يمنعوك من الزليق، يعني خطير حتى من ناحيه ديال الزليق لانه رطب. المهم اللي شفته انا جاني صعيب، يعني مع الوليدات والانسان كيكون كيسيق لا قدر الله توقع شي حادثه. يعني شنو الحل اللي بقى لنا باش نقدروا نديروا الزليج كومباكتو في الدروج ونتفاداو هاد المشاكل هادي كامله؟ هي نقلبوا على هاد النوع ديال الزليج الكومباكتون اللي كيكون عنده هذاك الحفاري باش نتفاداو المشكل ديال الزليق. وبما ان هاد النوع الزليج كيجي ما عندوش النيف ديالو، يعني خصنا نشوفوا المعلم اللي يقدر يخدم لنا هاد النوع ديال الزليج ويدير له الشونفريناج، يعني هذيك الزاويه ما تبقاش عنده قائمه، يعني في البلاصه ديال النيف الزليجه ما تبقاش قائمه، كيضربوا من تحت بالليمون وكتولي 45 درجه، وكيشد الطرف اخر ديال الكومباكتون، هذاك الطرف هو اللي غادي يديروا نيف، وكيضوب له حتى هو كيدير له الشونفريناج، باش ملي كيلاقيه مع هذاك الزليجه اللي عندنا في لامارش كيتلاقاو بلا ما يدير لهم الباكيت. وهاد العمليه هادي يعني باش تلقى الزليجي اللي يقوم لك بها راه قليل هنا في المغرب اللي كيخدمها. كنت شفت واحد المعلم كيخدمها وكيخدمها بواحد الطريقه ممتازه، وكنت شاركت معكم الفيديو ديالو، ولكن هذاك المعلم واخا هو مغربي ما كاينش في المغرب، يعني كيخدم في ليبيا، تبارك الله خدم الدروج ديال واحد الفيلا بالزليج كالاكاتا، تشوفوا تقول رخام، يعني ما تقولش هذاك راه الزليج، يعني بالنيف ديالو بكلشي، يعني خدموا بهذه الطريقه اللي وريتكم. اما بخصوص السؤال الثاني، فبزاف الاخوان كيسولوني سميره علاش درتي الرخام رخيص في الدروج ديال المنزل ديالك، وحنا كتنصحنا نديروا الرخام الغالي. غادي نقول لكم حيت نتوما تعودتوا مني ماشي اي حاجه درتها في المنزل ديالي كنصحكم بها. علاش؟ ان بزاف ديال الاصلاحات درتها في المنزل ديالي واخا ما مقتنعاش بها، لان الظروف ديالي الماديه كانت مقصحه وكنت مضطر ندير هاد الاصلاحات باش نرحل. لهذا انا كنقول لكم جميع الاشياء اللي هي ناقصه في الفينيسيون ديالها، يعني كاينه محسن ولكن الثمن بطبيعه الحال زايد، كنوريها لكم باش ديروها نتوما في المنازل ديالكم. والصراحه جميع المتابعين عندي اعزاز، ما كرهتش ديروا احسن ما كاين في الفينيسيون في المنازل ديالكم، باش اي واحد دخل عندكم يقول لكم ما شاء الله الدار ديالكم مغزاله، تقولوا له راه كنا متبعين سميره ديكور. لهذا اي حاجه درتها ناقصه في المنزل ديالي كنوضح لكم وكنبين لكم باش نتوما ديروا محسن. وبالنسبه للاخوه اللي الظروف ديالهم الماديه مقصحه واضطروا انهم يديروا سيلفيا في الدروج ديالهم، ضروري خصكم تحافظوا عليها. راكم شرحت لكم هذا الشيء هذا في واحد الفيديو، يعني راه ما خصهاش كثره المياه والتسياق، وايضا ما خصهاش كثره المواد الكيماويه بحال جافيل.
واذا ما حافظتيش عليها مع المده كيتبدل اللون ديالها وكيظهروا فيها الشقوق. وبالنسبه للسؤال الثالث حتى هو كيتعلق بسيلفيا اللي درت في الدروج ديالي. بزاف ديال الاخوان كيسولوني كيقولوا لي سميره علاش عندك سيلفيا في الدروج نقيه وصافيه وما فيهاش هذاك المعيز هذاك الطبايع اللي كيكونوا فيها. غادي نقول لكم بالنسبه لاي نوع درخام ماشي غير سيلفيا راه فيها يعني البرومي وفيها الدوزيام، يعني فيها الجوده الاولى وفيها الجوده الثانيه. ردوا البال من هذه المساله هذه. بالنسبه للجوده الاولى راه كتكون صافيه نقيه ما فيهاش كسره المعيز وكسره العروق، وبطبيعه الحال حتى الثمن ديالها كيكون زايد، لهذا ردوا البال. شحال من واحد كيمشي عند مرخم وكيلقى عنده هذاك الرخام طايح الثمن على السوق وما كيردش البال من هذه المساله هذه. واللي خصكم تعرفوا بان الفرق بين الدرجه الاولى والدرجه الثانيه راه ما كيكونش في الصلابه ديال الرخام اولا في الدرجه ديال الامتصاص ديال الاوساخ، راه كيكونوا كيف كيف من هذه الناحيه. كيكون الفرق غير بالنسبه للدرجه الثانيه، كتكون الدرجه ديال المعالجه ديالها كتكون اقل، لهذا كيبقاو فيها هذوك الطبايع اللي ما كيعجبوناش حنايا في الدروج ديال المنزل ديالنا. لهذا غادي نقول لك ملي تبغي تشري اي نوع ديال الرخام من الدروج ديالك ما تعتمدش على هذاك لي شونتيون اللي كيكونوا عند مول الرخام في الشوروم ديالو، لان هذاك لي شونتيون بطبيعه الحال كيكونوا صافيين ونقيين كيكونوا كيشعلوا. ضروري ما ديبلاصا البلاصه فين عنده ديبو فين كيحط فيها هذيك الالواح اولا لي بلوك اللي هما كبار، يعني المعمل فين كيقطعوا الرخام، وتشوف اللوح اللي هو صافي ونقي واللي عجبك هو اللي تفهم معاه عليه، ومن بعد كطلب منه يقطع لك الرخام ديال الدروج ديال كامل من نفس اللوح باش كيجيبك نفس اللون. وقبل ما يركب لك هذا الدرجات اللي قطعهم لك ضروري ما تشوفهم باقين عنده في الديبو، يعني مقطعين ومنزلين، كتمشي للديبو وكتشوفهم وكتاكد بان هاد الدرجات كاملين صافيين ونقيين، يعني هذاك الشيء اللي تفهمتم عليه هو اللي كاين، عاد كيجي كيركبهم لك في الدروج ديالك. ماشي حتى كيركبهم لك وكيمشي بحالو عاد من بعد يعني كتبقى تقول لا هو ما جاونيش نقيين ما جاونيش صافيين، يعني قبل ما ينزل لك حتى رخامه في الدروج شوفهم باش الا ما كانش هذاك الشيء اللي تفهمتي معاه عليه بلا ما اضطر انك تركبه. فهمتوني؟ يعني كنظن فهمتوا هذه النقطه هذه. ودابا وصلنا للسؤال الرابع وهو سميره علاش دائما كتنصحينا اننا نديروا الجرانيت في الدروج، وبالنسبه للجرانيت ما فيهش الالوان مفتوحه وما فيهش الالوان اللي كتعجبنا، لان الجرانيت اكثر صلابه من الرخام، لان الجرانيت ما كيمتش الاوساخ بحال الرخام. لهذا دائما كنوصيكم تحاولوا ما امكن ديروا الجرانيت في الدروج ديالكم، خصوصا بالنسبه للاخوان اللي عندهم تكرفيس في المنزل ديالهم، يعني عارفين عندهم طلوع والهبوط بزاف، عارفين بان خصهم التسييق ديال الدروج بشكل يومي لانهم كيتكرفسوا بسرعه. بالنسبه لهاد الاخوان هادو دائما كنقول لهم في هذه الحاله هذه كيصلح لكم الجرانيت، الجرانيت هو اللي غادي ينفع معكم، لان جميع الانواع ديال الرخام كتطبع وكتشرب طبايع، لان الرخام بالطبيعه ديالو هو واحد الحجره كلسيه مسميه، يعني فيها هذاك الفتحات ملي كتهرق عليها شي حاجه كتمتصها، يعني كتشرب هذاك الوساخ هذاك، بخلاف الجرانيت كما كتعرفوا هو صخره بركانيه صحيحه وفي نفس الوقت ما فيهاش المسام، يعني ما كتشربش الطبايع بصفه نهائيه. اما بالنسبه للاخوان اللي ما كيبغيوش الجرانيت في الدروج بصفه نهائيه وباغيين يديروا الرخام، غادي نقول لكم بامكانكم ديروه، غير هي ردوا البال خصكم تحافظوا عليه، يعني من الطبايع اذا مشى تهرق فيه شي حاجه، مثلا الدراري كانوا كيلعبوا هرقوا لكم فيه شي حاجه، خصك سير بلاص يعني في هذيك اللحظه تحاول تنظفها ما تخليهاش، لان كل ما خليتيها كتمتص الطبايع. كما كنقول لكم يعني المواد ديال التنظيف حاولوا تيفيتيوها، يعني نظفوا الدروج غير بالصابون البلدي ويكون غير تشفيف، ما تكونش هذيك كثرات المياه، باش هذاك الرخام دائما كيبقى معكم زوين وكيدوم معكم واحد المده اللي هي طويله. وانا متاكده غادي تقولوا لي سميره واين نوع ديال الرخام اللي نقدروا نديرو في الدروج ديالنا وحنا مرتاحين نوعا ما. غادي نقول لكم بالنسبه للرخام ديال بيرلانتينو ديال ايطاليا، بالنسبه للروز ديال البرتغال، هاد الانواع هادو كيكون التشرب ديالهم الطبيعي كيكون اقل. كاين اللي غادي يسولني على ايبيزا وعلى بلون كارارا بالنسبه لهاد جوج انواع، لان اللون ديالهم بين الابيض وبين الرمادي وكيبغيو بزاف الاخوان انه يديروه بحكم حتى الشكل الجمالي ديالو، الشكل الجمالي ديالو كيجي مزيون. غادي نقول لكم اللي بغى يدير هاد جوج انواع يحافظ ويحافظ عليهم بزاف، لان هاد جوج انواع كيطبعوا بواحد الصوره كبيره وكيتشربوا الطبايع مزيان، يعني اذا بغيتي ديرهم ديرهم ولكن تكون عارف راسك راه خصك تحافظ، يعني انت غادي وانت كتمسح.
ودابا وصلنا للسؤال الاخير اللي حتى هو كيتكرر بزاف في التعاليق، هو بالنسبه لهذاك الحائط اللي كيكون في الجناب، بزاف الاخوان كيحتاروا واش نبنيوه اولا ما نبنيوهش. هو الديكور ديال الدرج بطبيعه الحال راه كيجيو ممتازين وراقيين ورائعين اذا ما بنيناش هذاك الحيط، وحتى الاسباس ديال الدرج كيبان كبير، يعني هو من الناحيه الجماليه كينقص بزاف من الديكور ديال الدرج، ولكن من الناحيه العمليه كينفع، وخصوصا عن بعض الاخوان، يعني ماشي عند كلشي. انا نفسر لكم اكثر. الاخوان كما قلت لكم اللي ما كيسيقوش الدرج بكثره، يعني الاغلبيه كيجفوا، يعني لا سيقوا مره في الشهر استسمح او لا مره في الشهرين، كيعتمدوا على الجفاف بالنسبه لهذوك الاخوان بلا ما يبنيوه، لان ما يكونش عندهم مشكل، وخصوصا غادي يطلبوا من مول الرخام انه يدير لهم الميل ديال الدرج، ملي يكون كيدير لهم الجهه ديال الحيط ماشي الجهه الاخرى، يعني حتى الا بغاو يسيقوا وسيقوا بالعقل، يعني غير بشويه ديال الماء، انت غادي بالشتاء وكتكب شويه ديال الماء في درجه في درجه في درجه حتى كتسالي، يعني ما كيكون عندهم حتى اشكال. اما بالنسبه للاخوان اللي كيسيقوا يوميا وكيسيقوا بزاف ديال الماء، يعني كيشدوا سطاد الماء وكيخويوه في داك الدروج، اولا كتكون عندهم المساعده ويعني ما كيتحكموش في هذه العمليه، ربما هي تكون كتستعمل الماء بزاف باش تسيق الدروج، غادي نقول لكم في هذه الحاله هذه وخا الرخيم يدير لكم الميل الجهه ديال الحيط، راه ضروري الماء يهبط لكم على الجهه الاخرى ديال الدروج، يعني ضروري ضروري في هذه الحاله هذه تبنيو هذاك الحيط اللي كيكون في الجنب ديال الدروج. ودابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، ما تنسونيش من لايك من التعاليق الجميله ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.